بشير خلينا نمشي، ستبحر سفينتنا. اسمع كلام اختك يا مراد، ولا تعمل شيطانات، ولا تعذب عمتك. ماشي؟ ما اسمع ولا كلمة. انا رح دير بالي عليه بابا، لا تخاف. اخذتوا كل الاغراض يا ابني؟ نزلت كل الشناتي. الله يعطيك العافية يا بشير. لميس خانة مو جاية؟ لا مو جاية معنا. الظاهر انه هي حابة ترتاح منا كم يوم. اصلا نحن رايحين ليرتاح، خلي الكل يريح راسه. يلا يا نهال. مراد مستعجل كتير، يلا ركبي. انا بلحقكم بنهاية الاسبوع. ونحن ناطرينك. سلمي على عمتك. الاولاد بامانتك يا بشير، انتبه عليهم. ولا يهمك عدنان بيك، الاثنين بعيوني. الله معكم. شايف العريشة ما عم تخلي الخوخة تتنفس بالمرة. بتحب انه نعمل شي خاص على العشاء يا عدنان بيك؟ لا. جايك ضيوف؟ حدا جاي حدا رايح؟ بظن ما في، اليوم لحالي. عدنان بيك، ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل سليمان. اذا بتسمح حابب اليوم ناخد اجازة انا وعيلتي، بدنا نروح لعند قرايبيننا بالاناضول. صار لنا زمان كتير ما شفناهم. طبعا طبعا روحوا. لا تواخذني اذا عم كتر طلباتي، بس بما انه ولادكم راحوا عطله، عم اقول رح خلي جميله هنيك، خليها تعمل عطله، بتغير جو، بتتنفس هي كمان مثل هالشجره. تصرف مثل ما بدك. بتشكرك يا بيك، الله يديمك. شو كنتي طالعة؟ بدي اتمشى شوي، عندي رسالة لازم ابعتها هلأ. شو صار؟ كنت عم اقول لأحكي معك شوي. الحقيقة يا ريت لو انك رحتي كمان على المزرعة. انا خايف على نهال كتير. في شي صاير عدنان بيك؟ يعني بشكل عام. بنحكي بعدين، اعذريني. نعم فيروز خانم. مرحبا.
أهلين مريني. مشان شغلة الصبح أنا كتير متضايقة ومزعوجة من الشيء اللي صار عدنان بيك. وأنا هيك كمان. إذا ضايقتك أنا بعتذر منك. والله مزعوج. والشي اللي محيرني ليش صار هيك؟ عالتليفون ما رح نقدر ناخد راحتنا. حابة نحكي بالموضوع مرة تانية إذا في مجال. ماشي. إمتى بتحبي؟ هلأ منيح؟ ليش لا؟ أنا قريبة من بيتكم. إذا بتحب مرق بعد شوي ومنحكي. ما في مشكلة بانتظارك. أنا على الطريق. Mm-hmm.